الو الو الو، لا تواخذني يلي عم تحكي، انت واحد قليل التربايه. ليش الحكي طالع نازل؟ خلي وليد يرد، ما حدا بيسكت صدقني. مع مين عم تحكي؟ مع رفيقتي، بدي اسال شو في عنا محاضرات. اعطيني التليفون، خليني اتصل مع جارنا ابو وليد، بركي بيطلع معي على القهوه. روحي رح اطق. اي معك حق. انت واحد حقير وبلا ترباية ومنحط وبلا ناموس. شو بقى؟ انت واحد حقير بلا ادب بلا ناموس قليل التربايه. يا عم لك شو بها؟ مأجر الطابق الفوقاني جاني؟ ليش شو بو؟ لك عم يرفع السماعه بيسبني وبيسكر معي خليني اقول له الو. رح روح البس وروح شوفه شو بو. اي تفضل. مرحبا. لك شو قصتك انت؟ عم حاول احكي معك بترفع السماعه بتبهدلني بتطبش السماعه بكل شيء. هذا انت؟ انا. معناتها روح الضحيه هالابن الحرام القليل التربايه، في واحد قبلك اتصل وما كان يرد، هالكنا يا رجل كل يوم اذا ما اتصل بيتصل له شيء 100 مره. وانا نفس الشيء، الله وكيلك بعز الظهر بكون نايم، بيتصل، شو بدي اعمل معه ما بعرف؟ بنقدر نحط التليفون على المراقبه. ما بدي البريد يتسمعوا شو عم بحكي، انا بكبر بالكلام وبمزح كثير على التليفون، عرفت؟ مو حلو يسمعوا، بعدين ما بيخبروك مين هو اللي عم يتصل. مو ضروري يخبروك، المهم يحطوا له حد. اذا ما ورمت له خدوده ما فيش خلي. يا لطيف شو عصبي. طيب ركب كاشه. ما انا هذا اللي عم جرك له، خلينا نركب كاشه في فرد مره. انا ما بقدر، رح حط تليفوني على المراقبه. الكاشف حقه 1700 ليرة وهذا اللي ما بيسوى، وبيجيك 300 ليرة اشتراك صاروا 2000 ليرة، أنا ما معي. ولك ليش مغلينه كل هالقد؟ أنا شو بيعرفني؟ قوم البيت وخلينا نروح على القهوة بعدين نحكي. يلا على القهوة. طيب عن إذنك أبو قصي، بس بدي روح استشير سعاد. روح خلصني روح. شوفي انا عم بسال شوفي ما في شيء. عندك مانع روح على القهوه. شوفي بالقهوه جارنا ابو قصي عازمني على حسابه، بنروح وبنتسلى شوي وبنرجع. ليش مالي معي لحتى تطلع برات البيت تتسلى؟ مو قصه هيك، بس شو قاعد عم بعمل بالبيت؟ انا من الصبح ما طلعت من البيت سعاد. وانا مع مين بدي احكي لحالي هون مع الحيطان؟ وليد بغرفته. وليد؟ ليش وليد بني آدم؟ حيط من هالحيطان ما بيفرق عن الحيط بشي. آخ مدري مين لعبان بعقله ومفهمه إنه هو موهوب بالأدب، طول النهار قاعد عم يكتب. سعاد خليني رح لي شي ساعة زمان حتى ما يفكر ما إلي كلمة. بدك تروح روح، بس لا تزعل اذا رجعت وما لقيتني. لا لا خلص ما عاد روح، راح اقعد بالبيت اتفرج عليك وتتفرجي علي. ليش نتفرج؟ نلعب باصرة. باصرة؟ ايه باصرة. ايه العب شار شحنة. شو بدي اقول له لفريد هلا؟ ما رضيت مرتي. Thank you.
مضطرة ناكل الوان؟ هاي الساعة صارت 8:05، ضروري بكل وجبة يعني تتأخري علينا؟ شو معير على الدقيقة؟ وإذا صارت الساعة 8:05 ولا ما فيك تتحمل الخمس دقايق؟ لك ما عم تفهمي علي، ولك أنا بتحمل، بس مادتي ما بتتحمل، بدل ما صارت الساعة 8 يعني خلص الساعة 8 بجوع، بتعرفي شو بصير؟ بتصير معدتي بتاكل بعض. سمعاني أنت شي مرة بالقرحة؟ القرحة أنت بتعرفي من شو بتصير؟ هو علينا، القرحة ما بتصير لأنك تأخرت خمس دقايق عن الأكل، القرحة بتصير لأنه بتحشي بطك مع هبة ودب، وخصوصي المقالي وساندويش من السوق. عم بحشي بطني لأنك عم تجوعينا، لو إنك ما عم تجوعينا فورا بنشبع. إيه خلص يلا نادي للأولاد يمدوا الطاولة مشان العشاء. هيفاء، هيفاء، قصي، يلا تعالوا مدوا هالطاولة خلينا نتعشى، هلا بيبرد الأكل ببطل إلينا بس. ليش مبكرين بالعشاء اليوم؟ لسات الساعة 7:30، يعني لسه قدامنا في نص ساعة. الساعة هلا 8:07 دقايق، روحي كبي ساعتك روحي. قصي؟ نعم بابا. قد الساعة؟ 7:30. الساعة لازم تروح على الزبالة، أنا بسببها جعت ما كنت جوعان، طلعت لقيت الساعة 8:05 جعت، مشان هيك لازم كبها. لك لا، ليه تكبها؟ هات بتصلح على نفس الضحى. قصي تعال هلا. هات 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 ساعتك، اعطيني ساعتك وخذ ساعتي بعد ما تصلحها. يلا يلا هات خلصني. يلا ابني يلا 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 رح اعطيك اياها. بابا انت لامتى بدك تضلك تطيص علي يعني؟ بجيب صباط بتاخذ لي اياه، مو بس بياخذه بكسر لي كعبه كمان، البنطلون بياخذه. ابوك ابوك انا. لك يا جيهان شو صار لك جيهان؟ الله يخليك يا ابي. الله يخليك نزير تعشى. لا تفضحني بين العالم. ما بدي اتعشى. بدي موت من الجوع. مشان تضل طول عمرك موطي راسك بين الناس. يعني انت بتنبسط اذا كان راس ابنك واطي بين الناس؟ ايه نعم بنبسط ولا بهمني. اذا بدك تضل ماشي ورا بطك الله يهيمك. يا بي لازم تاكل. جسمك ما بيتحمل من غير اكل. انت ما دخلك. أنا بدي موت من جوا، ما لك علاقة. يعني أنت مأضرب على الطعام؟ إيه نعم مأضرب. يعني أنت غاندي؟ لك غاندي ونهره كمان. نقلع من وشي.